صباح الورد الأحلى وردية في القناة. مرحبا بكم الكل معايا اليوم. شنو أحوالكم وشنو أحوال صغيراتكم وشنو جديدكم؟ إن شاء الله تجاوبوني في الكومنتات متاعكم. أول حاجة ما تنسونيش في اللايك وفي التعليق باش القناة تكبر بكم ونزيد نتشجع ونهبط لكم فيديوهات أكثر وأكثر. اليوم الروتين مختلف شوية، روتين عينيتي بشرتي بشعري بظوافري، وروتين خفيف ما فيش حتى قضية، ما فيش حتى تعب وشقاء، الكل روتين خاص بياني، خاص باش نتفرهد شوية ونرتاح شوية من روتين متاع كل يوم. بالنسبة للفطور حماتي باش طيبه، وبالنسبة للدار قاضية دار، معناها عندي برشا كل مرة نعمل حويجة. اليوم نهار راحة ما فيش حتى شيء. اول حاجه باش نعملها باش نشرب قهوتي، باش نطيب القهوه متاعي ونركش عليها بعد ما نعمل المسكوات اللي باش نحضرهم معاكم. بالنسبه للمسكوات متاع اليوم راهو باش نعطيكم اهم المسكوات واهم الوصفات الطبيعيه الطياره اللي استعملتها بعد تجارب كبيره للوصفات. اول وصفه باش نحضره الكريمه. الكريمة هذه مكونة من مي ورد، كما ديتو حطيت زوز كيسان كاس فنجان قهوة، مي ورد، نص كعبة قارص عصرتها الكل، حطيت مغرف عسل. أول مرة راني نعمل العسل، مسنسة نعمل سكر كما الوصفة اللي خديتها، معناها من عند العباد اللي جربتها تعملها ديما بالسكر، اما ما نعرف شنو الفوائد متاع السكر، اني حبيت نعوض بالعسل. اذا موجود عندكم العسل حطوا العسل، ما فيها باس، بكل فيتامينات وبكل حاجات رائعة طيارة للوجه. اذا ما عندكمش حطوا السكر كيما الوصفة اللي مسنسة طيبها ديما. خذيت 3 مغارف انشي كبار وكاس فنجان صغير مي اكهو. هذا شنو فيها الوصفة هذه؟ نحطها على الغاز مع التحريك المتواصل فيسع عليها ما تطيب كيف الكريمة، كريمة مي ورد ولا كريمة نشي حاسيلو ما نعرفش شنو اسمها بالضبط. حطيتها في الحكوك هذوما، حكة باش ناخذها اني وحكة نعطاها لاختي ونعطاها لما. الكريم هذه تعملوها في الليل قبل ما ترقدوا، وكيف تقوموا الصباح اغسلوا وجهكم. اذا عندكم تاش في وجهكم، اذا عندكم تحويق، اذا عندكم بلاصه تحبوا تنحيوها، حاجه تحبوا تفتحوها، حوق تحت عينيكم، كل شيء الوصفة هذه لها وتعملوها راهو بعد جمعة جمعتين تحسوا الفرق بالحق اللي وجهكم تبدل على الاخر انيار بياض، يولي يلق لقان ويولي تحسوا بشرة صافية وبشرة موحدة ما فيهاش بلايص غامقين وبلايص فاتحين. اي حاجة في وجهكم، اي عيب، اي حبة تطلع ينحيها لكم. كنا نعرفوا انشي الفوائد متاعه، كنا نعرفوا القارص الفوائد متاعه، مين الورد، العسل، حاصلوا اي حاجة حطيتها في الكريمة هذه الفوائد متاعها تلقاوهم على الانترنت ودجال، كنا نعرفوا الفوائد متاع الحاجات هذوكم. بالنسبة للشعري باش نعمل زيت جوز الهند اكاهو باش نحطه في شعري، بالرغم لاني راني اجور نعمل بيه ديما، نعمل بيه قبل الدوش بعد الدوش بعد السيشوار ديما راهو شعري بيه. حاجة طيارة على الاخر وحاجة روعة من اروع الزيوت اللي جربتهم ومن احسن ومن صن ريحتها تهبل على الاخر. وباش نحضر توا القماش اللي باش نستعمله قبل ما نعمل الماسك اللي طيبته معاكم. للقماش عندي زيت جوز الهند وشوية سكر. قبل ما نشري زيت جوز الهند راني كنت نعمل زيت زيتونه ولا نعمل كريمه ولا ناخذ نص كعبه طماطم نغطسها في السكر ونبدا نخدم في وجهي. راه مش لازم، معناها مش متوفر عندك زيت جوز الهند ما تعملش القماش هذا. احسن ماسك ممكن اكتشفت من عشر يكون معناها اللي اكتشفوا، اما احسن قماش على خاطر السكر فيه حبيبات غلاظة شوية يخدموا الوجه بالقدي وينحيوا الطبقة الميتة والقشرة الميتة في الوجه. ونبدأ نخدم فيه لين كل الحبيبات متاع السكر ذوب. نفس الوحدة هذيك اللي عملتها باش نهزها معايا زادة من بعد للدوش ونخدم بها بدني الكل، ما نتلهوش بحاجة بركة وننساو البقية، نعملها في بدني الكل، نحي منها القشرة الميتة الكل. وراه الشعور اللي تعطيهولكم من بعد روعة، ما نجمش نوصفلكم بالحق كيفاش تولي
بدنكم ووجهكم وايديكم وكيفاش وليوبك القماشة هكايا طيارة على الاخر تعملوا قبل ما تعملوا الفون دي تان يولي البشرة متاعكم تبدأ ضاوية على الاخر وتلق لقان وخدودكم احمر وتبدأ تشعل شعيل وجهكم. اعملوا وقولوا لي في الكومنتات اذا كلامي صحيح والا غلط. من بعد القماش هكايا باش نعمل الماسك مش عادي نعمله بالزيت جوز الهند، معناه الكل لسه عملناه ديجا قلت لكم ملي شريته باش نستعمل كل حاجات. نحي بيه المكياج، نعمل بيه شوافري، نعمل بيه شعري، نعمل بيه اي ماسك باش نعمله فيه. الماسك اللي طيبناه مع بعضنا ما حطيتش فيه الزيت هذايا خاطر ما يستحقش ديجا، واذا تحبوا تحطوا مثال الزيت ماهوش باش يضر بالكل، بالعكس تحفون على الاخر. جوست انا خاطرني ديما نستعمل راني قبل ما نرقد كي نقوم الصباح اللي نعمله نخليه شوية على وجهي ونحيه. استغنيت على الكريم اني استعمل الكريم ميراكل دي ديما نوريه لكم، ديما هي نفسها اللي شريها من عند اريبيا طيارة على الاخر، هي كريمة المعجزة بالحق معجزة، ريحتها فاوحة وترطب وتحفونا على الاخر. هذه اللي نستعملها يعني ديما، اما ملي شي تزيد جوز الهند ديما نستعمله كان هو. باش نعمل توا في شعري ونخليه نمشي نقعد يعني، ونغسل السكر نكمل نعمل السكر ونعمل الماسك اللي طيبته معاكم ونقعد. بالنسبة لطفالي لاني منستعمل حتى شي في طفالي، عندك شعري وطفالي ما شاء الله معناه تحس القوة، الكل الحليب حاجاتك الباهين الكل اللي فيهم حديد وكل شيء يمشيوا لشعري وظوافري ونقص رقعتها كهو. بالنسبة لشعري ديما نقص وديما ما شاء الله شعري طويل على الاخر، ديما وليت نقص فيه بالدادية وما شاء الله في ساعة ما يرجع طويل، ديما نقول ان نقص هو يرجع. تحس بالحق لحاجاتك المنفعة الكل تمشي لشعري هكا، عليه ما استعملش فيه برشا حاجات. جست قلت لكم نعمل زيت جوز الهند ولا نعمل ساعات ساعات شعري نحسه ما يستحقش خاطر في الطول طويل وفي الكثافة زاد كثيف، شعرته صحيح جويدة لكن كثيف ما نستحق حتى ماسك، معناها ما شاء الله تحس هو لاباس. كيف بالنسبة للأطفال زاد راني ما نستعمل حتى شيء أطفال، إني ناخد كعبة قارص وندهن بها هيك أطفالي. القارص يقوي على الأخر الأطفال ويطولها مع الأخر، إني هاو كان نقصهم على خاطر نخاف على ولادي كده. اما فمش كل لحظة قال لي ما شاء الله ظوافرك طوال وقوي، ظوافر طوال وقوي. نعمل جوست القارص، القارص من اعز حاجة انه اذا فمك هولية تحت الاطفال تنحى، واذا عطول والقوة راهي تقويكم على الاخر على الاخر. هذا شنو نستعمل؟ ما نستعمل حتى شيء، لا عملت روشيرش ولا لوجت باش نعطيكم حاجات تنجم تكون غلطة وما تفيدكمش. جست اليوم عطيتكم الحاجات اللي اني بعد مدة كبيرة اكتشفت انهم اعز حاجة للوجه وللطفل وللشعر. بالحق هذوما نتصور روحي باش نقعد ديما على طول نستعمل فيهم، يمكن فما تغييرات بسيطة لكن بالنسبة للماسك راهو اعز ماسك عملته في حياتي الكل. راني الناس اللي تعرفني مغرومة على الاخر بالماسكوات والعباد الكل بريسك اللي تعرفني، وديما ديما يسألوني على اللي ماسك وكل شيء اللي يستعملون خاطر مغرومة على الاخر بوجهي. صحيح البريد هذه الكل اهملته صحيح مع الصغار وكل شيء، ولدي يقرأ ولدي صغير راقد ما عندي حتى شيء باش نعمله، بس اني نرتاح اليوم. ما نحكي لكم مش على وجهي وما نحكي لكم مش على يديا وعلى رطبتها. رطبين 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 لدرجة مش نرمى قلش عليهم قلبهم تاع بيبي. ووجهي ما نحكي لكم زيد على الحمورية المزيانة اللي فيه وعلى الرطوبة وعلى النضارة اللي فيه ولا ما علي فيه. بالحق طيارة على الاخر القماش هذايا، تو باش نمشي نعمل الماسك الاخر. هذا الماسك بعد ما برد شوية هكا يولي كيف الكريمة بالضبط.
بالنسبة للماسك من عاش كان قلت لكم راني مستنسة نعمله بالليل قبل ما نرقد. نعمل الماسك إذا انتم ما عندكم مش وقت قبل ما ترقدوا تعملوا الماسك هذايا، وكيف تقوموا اغسلوا وجوهكم راهو يعطيكم نتيجة أحسن برشا من أنكم تعملوه في النهار. أول حاجة بالنسبة للشمس، وثاني للضوء، يعني ما هوش باهي الماسك كويس للضوء وكل شيء. وثاني حاجة انه يقعد اكثر مدة وانتي راقدة خير من انك تعمله معناها كيما هيك. يعني عملته جوست هيك ساعتين ثلاثة وراني باش نحي، اما جوست تو خاطرني معاكم، اما راني باش نقولي نعمله كل ليلة قبل ما نرقد ونغسله قبل بعد ما نفيق منه.